إسوارة تعوض بعض ما فقد من حاسة السمع، تم اختراعها لشريحة الصم والبكم لتنبه صاحبها بحدوث شيء معين كرنين جرس الباب أو الهاتف المتحرك أو بكاء الطفل. الفكرة جاءت بعدما شعرت سارة الزرعوني بحاجة أمها إلى ما يعينها على التفاعل مع عالمها، وقررت مع زميلتها اختراع جهاز يفيد ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم وينسجم مع دراستهما للهندسة الإلكترونية. يوم لاحظت أمي في البيت هي مش ما عندها صمم كامل، عندها صمم جزئي. انتبهت ان هي تحسس بالاصوات، يعني اي شيء، موبايل، هزاز، شيء، بس اصوات كاصوات لا. فقلت ليش ما اسوي هالاصوات احولها لهزاز؟ فهالاصوات مثلا صوت تليفون درس الباب، صوت تليفون البيت، صوت اذا كان عندنا اطفال في البيت، ها كلها تقريبا اخترت اربع اصوات الاهم الاصوات وحولتها لهزاز واضاءه عشان تنتبه لها. الجهاز وبكل بساطة يقوم باستقبال أصوات معينة ويترجمها على شكل ذبذبات وأضواء ملونة. سنة كاملة حتى أبصر النور هذا الاختراع ما بين التحضير والبحث والتطبيق. ورغم كل الصعوبات التي واجهتها سارة لتحقيق هذا الحلم كعدم توفر القطع اللازمة، إلا أنها لم تتوانى في البحث عن طرق بديلة لتنفيذ المشروع. هاي طبعاً مو بالشكل النهائي للسوارة، هاي كانت تجريبي عشان نقدر نحنا إذا كنا نبغى نغير شيء معين نقدر بسهولة لأن الحجم كبير. بس الشكل النهائي راح يكون على شكل ساعة، والسيركت هاي الدائرة الكهربائية راح تصغر، راح تكون على قد دائرة الساعة. الإسوارة الإلكترونية خطوة أولى على طريق الأفكار التي تمتلكها سارة، وإن كانت في شكلها الابتدائي تلبي الحاجة، لكنها بحاجة إلى المزيد من التعديل من حيث الشكل والوظائف، لترد بذلك سارة إلى أمها جزءاً من جميل التربية وتعب السنين. أيهم القاسم، اليوم على الحرة.